مشاهدينا متواصلين مع حضراتكم وحياتنا النهارده، بنروح معاكم لفقرتنا الثانيه في حلقتنا النهارده، بنتكلم فيها ازاي ممكن نكتشف المواهب الموجوده عند ولادنا. احيانا ولادنا بيكون عندهم مواهب من هم صغيرين، مواهب فنيه، مواهب ادبيه، مواهب موسيقيه، حاجات كتير جدا، بس ازاي ممكن ننتبه للمواهب الموجوده عندهم وايه الدور المفروض نعمله لو اكتشفنا هذه المواهب؟ ده الموضوع اللي بنناقشه مع ضيوفنا اللي مشرفينا على الهواء النهارده. معانا المهندسه ساره، مدام ساره عبد الشافي، اهلا بيكي، شرفتينا، اهلا بيكي. والموهبه اللي معانا بنتها لارا محمد سعيد، اهلا بيكي يا لارا، شرفتينا. وايضا مدام دينا خالد ريان، اهلا بيكي، شرفتينا. ومريم احمد عبد الشافي، اهلا بيكي يا مريومه. مدام ساره، عايزين نبتدي في الاول نقول ازاي اكتشفتي الموهبه الموجوده عند لارا في الاول؟ والله هو احنا يعني لقينا في سيشنز رسم وفي حاجات زي كده، ابتدت الموضوع بكده. هي كانت بالاول بترسم حاجات بسيطه، فحسيت ان هي بتحب ترسم، بتحب تلون، بتحب تكتب لنا نوتس مثلا وبرسومات. من هي عندها كام سنه؟ من هي صغيره خالص يعني. هي في اول ما دخلت كي جي مثلا، نبقى مثلا ايه قاعده كده عادي تقولي ماما بصي كده سايبه لك حاجه كادو يعني، اي لاف يو مام، اي لاف يو، ده طول ما احنا قاعدين بقى حاجات كده سايبها لنا، ايه زي رسومات بقى وحاجات فنيه، رسومات وعليها كلام بقى. فابتدت ايه، ابتدت اخد بالي ان هي لا عايزه ترسم، فوديتها بقى السيشنز وكده، فابتدت بقى ايه تتعلم بقى على احسن يعني، بقت احسن من الاول. لارا بقى انت اكتر حاجه بتحبيها ايه؟ يعني بتحبي تعمليها ايه؟ الرسم. الرسم اكتر؟ طب بس انا شايفه كمان ان انت عامله لنا خرز، مش كده؟ مش لارا اللي عاملاه؟ انت كمان يعني تطورتي بقى من الرسم ورحتي للخرز. بس انت بتحبي الرسم اكتر. اكتر رسومات بتحبي ترسميها ايه؟ مثلا منظر طبيعي، مثلا شخص، نرسم حد، او مثلا. طب لما بترسمي منظر طبيعي او بترسمي شخص، خلينا في المنظر الطبيعي، بترسميه زيه بالظبط ولا انت بيبقى لك كده رؤيه فنيه فيه؟ لا يعني رؤيه فنيه. ليكي رؤيه فنيه يعني انت بتجيبيه من دماغك، بتجيبي من دماغك حاجات ولا بترسميه زي ما هو كده؟ لا انا بجيب من دماغي حاجات عشان يبقى الرسمه حلوه. ما انا حاسه ان هي عندها رؤيه فنيه. طيب مدام دينا، كلمينا بقى عن مريم وازاي اكتشفت ان هي عندها موهبه فنيه. مريومه بقى بترسم كتير طول ما هي قاعده على ورق، على كراسات، على يعني اي حاجه تكون قاعده بترسم فيها. بتكتب بقى كتير وخطها حلو وكل حاجه، فوديتها رسم مره اتنين تلاته، فلا الموضوع لقيته جميل بقى معاها، وبقت بتتطور جدا، اتطور معاها الموضوع اكتر كمان لخرز، وبدات في حلقان، سلاسل، اكسسوارز. احنا واصلين لشنط يعني. وبعد كده الموضوع كبر مره واحده بقى، وبدات تعمل شنط. وبقت تبص بقى، الاول كانت مش عارفه تظبط الاول الحاجه، تفك كتير وتعمل كتير، هي بتشتغل على نفسها كتير يعني، بتقعد تبص على بينترست وتبص على يوتيوب لحد ما بتعرف تجيب تظبط الحاجه بالظبط. فما بياخدش وقت معاها علشان انا عايزه احقق الهدف ده فهجيبه فهعمله. فبعد كده في الاول الشنطه خدت ايام كتير عشان تعملها يعني، خدت 4 5 ايام. بعد كده ما شاء الله الموضوع بدا يتطور، ساعه ساعتين بلاقيها خلصتها، فبقول لها ما شاء الله يعني الموضوع معاها بيبقى حلو يعني، واحسن كتير من انها تقعد على الموبايل طبعًا او كده. طبعا ده يا ريت كل الولاد يبقوا كده. طبعا يا ريت. طب حد فيكم عنده حس فني فهم اخدوه منكم ولا الموضوع ملوش علاقه؟ هو احنا صغيرين، انا وصغيره كنت بحب ارسم، احب اعمل اي حاجه بايدي يعني، حاجات يدويه، مش عارفه ايه الحاجات دي. ما هو ضروري الموهبه الفنيه دي بتبقى غالبا متوارثه. كنت بحب اعمل اي حاجه، عرايس، قصايص، المها، مش عارفه اعمل حاجات كده. بس طبعا لما كبرنا والدراسه واتجوزنا وكده فخلاص ما فيش حاجه اتطورت يعني. كل حاجه بتروح. حضرتك نفس الكلام برضه؟ طبعا اكيد كنا بنرسم كتير، وكنا بنعمل مسرحيات، وكنا يعني طول ما احنا قاعدين بنعمل حاجات. طبعا بتبقى حاجات لطيفه جدا، بس غالبا بيبقى كده. ده ساعات مثلا تلاقي ولد مثلا عنده حس فني، كان قبل كده عندنا ضيف يعني مش متصور ان هو طالع لعمته يعني. ده عمته في الحته دي، هي مهندسه ديكور وبتحب الرسم كده، هو زيها بالظبط يعني. هو لازم غالبا بيبقى فيها جزء حاجه من وراثي شويه. هي ميمي طالعه لتيتا، طبعا عندنا فنانه بقى بتاعت العيله، بترسم وبتعمل حاجات بتساعدهم، بيرسم حلو، حتى بتساعدهم في الحاجات دي. طيب يعني تشتغل على الحاجه وبتجيب الحاجه وانها لا يعني ممكن لا مش بتيأس بسرعه. فاللي هو اكتر حاجه بتحبي تعمليها ايه؟ الخرز. الخرز يعني كان الرسم الاول بعد كده بقى الخرز.
طيب فكره ان انت تعملي شنط يا مريم، احنا عايزين نعرض الشنط بتاعت مريم. ناخد كده طلعي اول واحده عملتيها، اول حاجه عملتيها هي البيربل. اول حاجه عملتيها ايه دي الاول؟ وريها لنا كده. بصوا مريم عملت الشنطه الجميله دي، اول حاجه عملتها دي اول حاجه. ما شاء الله ما شاء الله، ما خدتش وقت خالص يعني. يعني لسه من قريب يعني. يعني احنا كنا في اسكندريه ما شاء الله قاعدين في كافيه، بسم الله ما شاء الله، هي قعدت خلصتها يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله يعني اول جميله. الالوان والحاجات دي انت بتحبي اختيار ماما الالوان؟ انا اخترت الالوان، بس هي عندها ذوق فظيع في الالوان، هي ذوقها حلو فعلا، الالوان وكده ذوقها دي اول جدا. حاجه عملتها مريم. وبعدين هناخد حاجات لورا طبعا، ما تزعلش. عملتي ايه تاني يا مريم؟ وريني بقى الحاجات دي. تاني شنطه عملتها، الشنطه دي عملت دي زي جميله كده. لا وذوقها راقي طبعا، يعني بنشوف ناس بنات بيعملوا حاجات زي دي، بس بقى عادي يدخلوا الوان كتير مع بعض. أيوة بالظبط حاجات، لكن هي بصراحه لا، ما دي لازم الحس الفني بقى والموهبه والذوق والحاجات دي. هي دي ازاي فعلا الولاد يبقى مش بس ان هم بيعرفوا يعملوا حاجات، لكن يبقى عندهم حس فني، ده مهم طبعا. اكيد جميل، مهم تنسيق الالوان. وشنطه زي دي بتعمليها في قد ايه يا مريم؟ يعني دي تقريبا اخدت فيها يومين او دي خدت فيها يومين. يومين يومين بس. والخرز بقى موجود عندك وكده. طب ايديك بتقدر تتعب؟ أيوة. بس طبعا بتتعب كتير. عادي يعني مثلا بحط كريمات مرطبه عشان زي مثلا عشان ترطب ايديها لا توجعني. جميل، بس هتبقي ديزاينر كبيره جدا وهتعملي اسم يبقى لك براند باسمك ان شاء الله انت ولارا باذن الله لما تكبروا. اصل احنا بنشوف معظم البراندات الكبيره هي ابتدت كده غالبا. طبعا اكيد الولاد دول لهم مستقبل يعني. ارجوكوا يعني اهتموا بيهم، انا شايفه ما شاء الله عليكم ان انتم مهتمين. بس فعلا لان ده ممكن ينقلهم في حياتهم نقله تانية خالص. اكيد ان شاء الله يعني. شاء فكره الله. ان احنا نهتم بالدراسه وكل حاجه ده كويس، بس عايزين نقول ان ده المستقبل عشان نبقى واخدين بالنا. وانا عايزه اقول دلوقتي اسوان الحمد لله بقت فيها اماكن بينا نودي ولادي يتعلموا الحمد لله يعني. اي حد يا جماعه يلاقي ابنه او بنته عنده استعداد او عنده موهبه فنيه ضروري ما يسيبهمش، هيلاقوا اماكن كتير يدربوا بقى. دي جميله يا مريم، حلوه قوي. وبعدين تنفع كبار وتنفع صغيرين، كلنا عنا عليها اصلا. كلنا هناخدها. طب حطوني معاكم. ايوه اتفضلي. جميله جميله يا مريم، اختيارك للخرز رائع. ولا ماما اللي بتختاره؟ لا ده هي اللي اختارت. هي اختارت. لا جميله. وبعدين حتى كمان القفل مختاره بعنايه، الايد نفسها بتاعت الشنطه. يعني فكره اللون الواحد، استمري بقى على اللون الواحد عشان ما بتحبش الحاجات مش عايزه الوان كتير. اكتر لون بتحبيه ايه؟ بس بتقولي ببعك البيربل. بنوته جميله اللي هو البيربل هو ده. ايوه صح كده، جميل قوي. طب هنروح بقى لارا شويه ونشوف بقى الحاجات اللي عملتها لنا لارا. لارا برضو بتعمل خرز. الخرز الاول. هي عامله ده، ادي كوكو شوف كده عامله ايه تاني غير الخرز يا لارا. هي عامله الطقم ده، عندها كان طقم كده اللي ليه طقم جديد يعني، فقالت لي انا هعمله بقى. خليكي ماسكاه، خليكي ماسكاه قدام الكاميرا. انت عملتي الطقم ده يا لارا، اخد منك وقت قد ايه؟ مثلا ساعة او ساعة او نص ساعة يعني. بس ما خدش وقت، سهل جدا ما شاء الله. هي قاعدة خلصت خلصوهم على طول. وان انتي بقى بتختاري الالوان اللي تعجبك انتي، ولا بتسألي ماما في اختيار الالوان؟ هي اللي اختار، هي راحت مع نفسها واختارت كل حاجة. انا ما كنتش معاها اصلا. واخترتي حجم الخرز ولونه وشكله وايه اللي هيليق على ايه، وعملتي كل ده ما شاء الله عليكي. لا احنا لارا شخصية لازم تختار هي كل حاجة. برافو عليكي، احنا بننفذ. وريني ايه تاني؟ تاني ايه لارا؟ وريتي انت الحاجات اللي انت عملتيها دي. دخل خال. طب خلي ماما هي اللي تمسك الحاجه تعرضها علشان تبان اكتر. ده انسيال، وده انسيال تاني برضو. في خلخال برضو، عامله حاجات كتير مش عارفه. وخلخال كمان يعني، هم عارفين البنات بتقولي دي اللي هي بيريز او حاجه زي كده على شكل هي بيريز. دي بقى اختها جداً. برضو بتساعدها في الحاجات الصعبه شويه، في التقفيل والحاجات دي اختها بتساعدها. لا خليكي عرضها كده شويه، شكلها فعلا حلو قوي. تمام. انا عاجبني فيهم في البنات اختيار الالوان والذوق، جميله قوي. تمام. طب انتوا بتعملوا ايه في الحاجات دي يعني، بتسوقوا ولا بيعملوا ايه؟ لا هم يعني، هي قالت انا هعمل حاجات كتير واوزعها بعد كده. ايه عايزه توزعها حاجه لعمته، حاجه لديلة، حاجه كده. ممكن تبقى دي البدايه بس. والله ممكن بنشوف ناس بيعملوا اوبن داي في مكان عشان هم حتى يتحمسوا يعني، لما يحسوا انه شغلهم بيتسوق وكده يتحمسوا يعني. حاجات زي دي بجد انتوا المفروض تساعدوهم بقى المرحله الستيب اللي جايه تبقى كده ان شاء الله برده المره الجايه. طب ايه تاني يا لارا؟ ورينا حاجات تانية. ورينا الرسمة الحلوة دي. ورينا الرسومات. الرسومات بقى. الرسمة بقى يا لارا. الشنطة دي، لا دي مش، لا دي شنطة، دي شنطة هي بتاعت الأوتفيت. ورينا بقى كده، اديني الكراسة. ايوه.
دي بقى رسومات لورا، دي اللي ابتديتي بيها مش كده؟ دي جزء من السيشنز اللي هي كانت بتروحها، بتبقى المس بتوجههم يرسموا ازاي، بترسم قدامهم. انتوا اديتوهم عند ناس تدربوا؟ طبعا بنروح احنا لحد دلوقتي مستمرين في السيشنز دي. برافو عليكم، بقى لنا سنين. اصل ممكن هم لما يلاقوا نفسهم شاطرين في الحاجات دي ما يبطلوا الرسم شويه. لا 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 لا، السيشنز على فكره بتدعمهم جدا، وبعدين المس بتاعتهم حلوه قوي يعني، بتساعدهم وبتدعمهم وبتوريهم كمان حاجات جديده يعني. الله، في حاجات كتير احنا مستبعدين قلتي عليها يا لارا. في منظر هنا طبيعي، ده منظر طبيعي برضو عاملها لورا. انت في سنه كام يا لورا؟ ثالثه ابتدائي. طيب سنه ثالثه؟ لا يعني رايحه ثالثه. رايحه ثالثه. ومريومه؟ رايحه خمسه. رايحه خمسه، اكبر شويه. جميله الصور بتاعتك يا لورا. في حاجه ثانيه؟ في حاجات ثانيه. بس دي بس انا مش عايزه ابهدلك الكراسه. ما هي للاسف قديمه. بس لازم تفضلي محتفظه بيها. ما هي احتفظنا بالحاجات دي، في حاجات بقى مش لاقيينها للاسف. جميله بعد كده في المستقبل ترسم الجبل والنيل والحاجات دي. وفي رسمه ثانيه جميله برضو عاملاها لارا. وريني يا لارا. هي كده صح؟ انا مسكها كده صح؟ صح كده. جميل ما شاء الله، حلو قوي. انتوا لازم تستمروا يا جماعه. عندهم اخواتهم كده برضو ولا هم بس؟ لا، اختها بتساعدها برضو، بتبقى معاها مثلا في الفينيشنج، في تربط لها الحاجه، في حاجات ما تعرفش تعملها هي اختها بتساعدها يعني، بتحب الحاجات دي. هي مريم بقى كمان الخرز والحاجات اللي انت عاملاها. رسومات؟ برضو رسومات. عامله رسومات. وريني الرسومات. هنشوف برضو دي الرسومات اللي ابتدت بيها مريم، وبعدين راحوا بقى للمرحله الاعلى. دي رسومات مريم. لا دي بقى المقلوبه. بس لا مش عذره جهلي. ادي الورقه كده. ورقه عذره جهلي يا جماعه. اوكي الكف دي كده يعني. هي من هنا. كف فعلا. هي الصور دي الالوان فيها اوضح. ودي الجار دي. جميل. دي الصور اللي عاملاها مريم. منظر طبيعي برضو زي الجوار كده. طيب عايزين نشوف الخرز بقى اكتر. الخرز بقى. الخرز. وريني بقى الخرز اللي انت عاملاه يا مريم. ده حلق. ده حلق. ده حلق. وبصي مختارة الالوان الموضة. ده ليه اسم؟ اسمه ايه؟ جامايكا. 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 معلش البنات دلوقتي بقى لهم حاجات غريبه. ده حلق وعامله كمان القفل بتاعه وعامله الحاجات يعني. هو بيجي بالحلق بالحاليه. وانت بتحطي له الخرز. خرز. بس جميل اختيارك في الالوان راقي يعني، مش هيصه وخلاص. وريني ايه تاني يا مريم. عملت دي بقى دي اكتر حاجه انت حابه ان هي تتعرض. اكتر حاجه اديه مش قادره. دي حلوه قوي. ابيض واسود. لو عاملينه على قد رقبتهم هم. لا 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 لا، ده بيروح ويجي. بس ممكن ياخد شكل الرقبه ايا كان الحجم. دي كمان جميله قوي. عارفين بقى المصايف بقى والحاجات دي البنات مكسرين الدنيا بيها. بيستخدموها على المايوهات بقى والحاجات دي. هي دي اللي بتليق اللبس بتاع البحر والمايوهات وكده بتلاقيها. ده جميله. شكر كده على الرقبه على طول. ده ينفع كبار وصغار. لا ما كل الحاجات تنفع كبار. تنفع كبار. كل الحاجات تنفع كبار. لا يعني في فن في الحكايه، مش حاجه وخلاص يعني. بصي دي لو دي لابسها على الرقبه. لما دي على الرقبه او على الايد بتلبس. يعني بتلبس زي دي مثلا. دي لو جبتها على الايد تبقى جايه حلوه قوي. يعني بتكون مكتوب عليها حروف. بيكون عليها حروف. عليها حروف. ميمي او كده بالاسم. بتكتب الاسم بحروف. بتكتب بتعمل لنا كل واحد باسمه. كل واحد باسمه. جميل ما شاء الله عليها. طيب اخبار الدراسه بقى يعني، انتوا كامهات، لان ساعات كتير الامهات بيخافوا ان البنات او الاولاد لما يبقى عندهم مواهب فنيه حلوه قوي زي كده ان ده ياخدهم من دراستهم. انتوا بتتعاملوا ازاي مع الموقف ده؟ لا عادي مستمرين. السيشنز هي يوم واحد في الاسبوع كده كده بنروح دروسنا وبنذاكر وبنروح المدرسه وكل حاجه وشغالين السيشنز. تبقى ساعتين في الاسبوع، فساعتين بالنسبه للاسبوع كامل ولا حاجه يعني. مدام دينا. طبعا لازم الدراسه. انا اهم حاجه عندي الدراسه. ثم الدراسه. عندي الصيف كله اعملي فيه كل اللي انت عايزاه. بيبقى في انشطه تانية كتير، في سباحه، في قران، في رسم، خرز. عايزه اعملي كل اللي انت عايزاه. طرفه الدرس ده ما ياثرش على الدراسه ابدا يعني. اهم حاجه عندي كمناهج. انا مبسوطه بانه في وعي عند الامهات كمان ان هم بيخلوا البنات او الاولاد يعملوا كل الحاجات.
ما نبقاش مركزين في حاجه واحده بس، مش مثلا مساله ان هم شاطرين في الرسم او في الخرز احنا مركزين عليه بس، لكن حضرتك برضو بتقولي ان هي بتروح سباحه، ولارا برضو نفس الكلام، وفي قران وفي كذا، يعني عندنا انشطه كتير بنعملها في الصيف، وده المطلوب، لان معظم الاسر بتعاني من ان اولادهم طول الاجازه ماسكين الموبايل. ايوه فعلا بالظبط، ما احنا عشان الموبايل ده فعلا احنا عشان الموبايل ده عايزين نبعدهم عن الموبايل والسوشيال ميديا عموما، فبقينا نوجههم في الحاجات دي. الخرز ده طول ما هم قاعدين قلت لها اشتغلي، طول ما انت بتلعبي بتتكلمي اشتغلي احسن ما انت تركزي في تليفون او اي حاجه. دايما نقول علشان نسحب التليفون من الولاد لازم ندي لهم بديل مناسب. بالظبط، ما اقدرش اسحبه واسيبهم في المطبخ، ما احنا هنسحبه هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا اي حاجه، هيعملوا اي حاجه تانيه، فان انا اسحبه بس ادي لهم مكانه حاجه هم بيحبوها. جميل. في كمان فكره انه البنات بالذات ان احنا بنستغلهم في الحاجات اليدويه زي كده، ويشتركوا بعد كده في جامعات اهليه او غيره، تبقى بالنسبه لهم حاجه اساسيه وضروريه جنب الدراسه. حضرتك شايفه الصوره ازاي؟ والله هو انا حاسه ان الموضوع بعيد دلوقتي، بس ممكن لو قدام شويه وهي تطورت في الموضوع وحابه انها تشترك في حاجه زي كده اكيد مش همنعها. بس اهم حاجه تكون هي حابه المجال ده وحابه انها تكمل فيه، زي الرسم زي الخرز زي يعني حابه ان هي يعني لو جت قالت لك في يوم عايزه ماما ادخل فنون جميله، مش عايزه ادخل طب ولا هندسه، لا 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 ابدا مش همنعها بتاتا بتاتا. هنسجل عليك الكلام، لا سجليه هنسجل معاكي بعدين، سجليه اكيد اكيد سجليه. ساعات الامهات بيبقوا فرحانين ان اولادهم شاطرين في المدرسه وبينبسطوا لما بيجيبوا مثلا مجموع حلو، فتستخسروا بقى في كليه زي فنون جميله. لا 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 لا، هو يشتغل في، هو يدخل الحاجه اللي هو حاببها لا يقدر ينتج فيها. طب ومدام ساره؟ انا نفس الحكايه برضو، يعني انا الحاجه اللي هي حباها تدخلها، مش لازم عشان طب هندسه ده الحاجات دي خلاص يعني راحت عليها. دلوقتي شوف انت نفسك يعني ماشي في مجال ايه كويس وتقدر تبدع فيه وتقدر تبقى متميز فيه، ادخل فيه بقى واشتغل. يعني هيطور نفسه، هيعرف يطور نفسه بالزبط. لو هو حابب المجال اللي هو فيه هيعرف يكبر فيه وهيعرف يطور نفسه فيه، والموضوع هيكون سهل بالنسبه له لان هو اللي هيكون جاي يتعلم كمان الدراسه لما يعني ما يدرس الكلام ده ويثقل موهبته بالدراسه. طبعا هتلاقي الموهبه نفسها دي حاجه ثانيه طبعا، اكيد يعني ليه كنت تصور ان عزه فهمي نفسها ابتدت كده وبعد كده بقت بقى اسم عزه فهمي. وبعدين بنشوف براندات كتير كمان، بس ما ينفعش ان احنا نقول اساميها على الهواء كده، لبنات مصريات وعملوا شغل هايل، وصلوا العالميه، وصلوا العالميه وبتسوق بره وبقوا واسمه براند مصري في الاخر، اسمه براند مصري وهي اسمها بقى ترند. بالظبط، ببدايه زي كده يعني اهتمينا بالدراسه، هم متعلمات كل حاجه واخدين شهادات عاليه، ساعات كمان بيدرسوا بيزنس اكتر او علوم اداره علشان يعرفوا يديروا بعد كده، بعد ما يبتدوا في البيزنس بتاعهم بيبقى بيسكلوا بقى بالدراسه فعلا، وماركه حرفيا عالميه. ايوه ايوه لا كتير وصلوا دلوقتي شغلهم، بصراحه حرام انه يتساب، يعني حرام انه يفضل كده. لارا انت عايزه لما تكبري تبقي ايه؟ رسامه. رسام، برافو عليكي. مريم مثلا ممكن مثلا يعني قاضيه، يعني مثلا احكم بالعدل. قاضيه تحكم بالعدل، برافو عليكي. جميل، يعني كمان مش بس عندهم موهبه، هم ما شاء الله عندهم فكر ودي نقطه مهمه. اولياء الامور متهيألي هم اللي بيدوا المساحه للولاد والجو العام اللي يخليهم كده. اكيد يعني الاب والام الواعيين دي بتبقى نتيجة ولادهم غالبا، يعني ما بنبقاش سايبين الأمور ماشية كده. طيب انتي بالنسبة للشغل اللي هي بتعمله في الآخر يعني بتحسسيها بالاعتزاز بيه ازاي؟ إيه عايزة أي حاجة تاني أنا معاكي، يعني إيه مش لازم تكوني الحاجة لا طب خلاص أنا مش بلبسها، لا البسي الحاجة وحاجتك وأنا هدعمك أكتر. أنا بلبس حاجاتك، أنا باخد منها الشنط وبطلع بيها نقطة. طبعا دي واحدة نقطة وباخد برضو منها الاكسسوارز بتاعتها وبلبسها معاها، فانا البنات ساعات بيزهقوا من الحاجات بسرعه. طبعا هم بيزهقوا. انا حابه ده، انا حابه ان انا ادعمك باني انا هلبس حاجتك وبتعمل بقى التيتا، تعمل لنانا، تعمل بتوزع بقى. هم كمان لازم يلبسوا الحاجات، لازم كله بيلبس، كله ممنوع. طبعا اللي عمته كله كله ماتشو فيه هي كله بيلبس منها، يعني حاجات أيوه. كمان حلوه ان هي تتلبس. يعني مثلا مش ان انا هلبسها وانا متضايقه عشان ارضيها، لا هي فعلا شكلها حلو، هي حاجه حلوه بتاعت لورا وبتاعت مريم، الحاجات رائعه لو بتعملها بتعمل كده على طول. اللي عايز حاجه بتعملها له. فهي مبدعه بصراحه وعندها
مختلفة في ألوانها، مختلفة في تركيبة الحاجة نفسها، أقول لها اعملي كذا، يعني اعملي الشكل ده، لا أنا هعمل الشكل اللي في دماغي، أنا هعمل الحاجة اللي في دماغي. عندها شخصية بتفعل بالقضية. لا. بتختاري معاها مدام سارة الألوان بتاعة الخرز والحاجات دي؟ ساعات بحاول أعدل عليها، بس هي بتصمم، لا أنا عايزة كذا. خلاص. أكتر خرز بتحبي تشتريه والألوان بتحبي تشتريها إيه؟ البينك والبربل الاخضر اللي هو فاتح ليموني. هي حبه الاخضر ده جابته مع نفسها، راحت جابته. بتقول لك البينك وهي لابسه بينك ولابسه هي كل حاجتنا بينك وباربي، واحنا كلنا عايشين في العالم ده. بحب البنات اللي بيحبوا الدنيا بالالوان. في ناس تحسي انها ايه ماشيه في الكحلي والرمادي والاسود والبني وبس، لكن البنات لما بيبقى بيحبوا الالوان بحس ده بيفرق في شخصيتهم حتى، يعني هيفضلوا طول عمرهم كده على فكره. لا هي بتحب الالوان، بتحب الحاجات المترقعه، يعني الحاجات الباينه كالرفول. ومريم برضو بحب الحاجات قلتي برضو بتحب البيربل طبعا. اساسي معايا، واللي هو البيربل والاسود، زي مثلا زي دي انا عاملاها اصلا بيربل واسود. ممكن انت تدخلي كمان الوان مع بعض. كانت الالوان تبقى متناسقه مع بعض، ما بحبش الالوان تبقى بعيده. اللي هي بتتلبس كده. ايوه بتتلبس على بعض على طول. دي بتبقى جميله في المصايف. انا حاسه ان هي جميله، وجميله في الشتاء برضو. في الشتاء بس نعمل اشكال ثانيه بقى، مش كده؟ حاجات كتيره من دول، في حاجات كتيره فعلا عاملاها، وعامله حاجات كده زي اللولي دي خطيره على الرقه. خطيره بجد، بنوتاتي خالص. جميل جميل. الحركه اللي فيها جميله برضه. البنات في البيت عموما بيعملوا بهجه صح؟ طبعا اكيد طبعا اكيد والله فعلا، فعلاً. روحهم حلوه بتبقى. روح كيوت، فما بالك لما يبقوا فنانات بقى وحاجات جميله زي كده. ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. احنا بنشكركم جدا وشرفتونا النهارده ونورتونا، وان شاء الله تشوفوهم احلى حاجه في الدنيا. يا رب. كويس ان هم عندهم امهات واعيه مقدره المواهب اللي هم موجودين في اللي عندهم، وبيشجعوهم وبيساعدوهم، ما بيملوش منهم، وخليهم دايما يشتروا خرز ويشتروا حاجات جميله ويشغلوا وقتهم ويعملوا لنا حاجات جميله قوي. واصور معاكم كل مره تكونوا كل ما تعملوا حاجه جديده تعالوا نصور مع بعض ان شاء الله. انا بشكركم جدا، بنشكر مدام ساره ومدام دينا، بنشكر لارا وبنشكر مريم، شرفتونا ونورتونا النهارده. شكرا جزيلا لكم. شكرا. مشاهدينا بنوصل مع حضراتكم لختام حلقتنا النهاردة، بتمنى تكون كل فقراتنا نالت رضاكم. هنقابلكم على خير غدا إن شاء الله، ويوم جديد من أيام حياتنا. في النهاية بنقول لكم أرق تحيات أسرة البرنامج وتحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.